فيك حبيبي ايش فيك؟ اللي دقق فيك شنو اللي دقق؟ شنو اللي دقق؟ وين اللي دقق؟ وينها؟ بس شوفني هاي لا تحرك اوقف الحالة اللي شفناها هسه غير صحيحة ما نشوفها بس بالأفلام حتى نعرف الإسعافات الأولية وش نسوي لما يصادفنا هيك موقف لازم نعرف أصلاً الأفعى ليش موجودة هنا عادة ما تخرج الأفاعي عند غروب الشمس أو عند الليل بحثاً عن الطعام الأفاعي المتواجدة هي أفعى كردستان أفعى صحراوية ذات قرون وأفعى الرمال كيفية التعرف على لدغة الأفعى الأعراض تعتمد على نوع الأفعى ولكن قد يتضمن زوج من الثقوب وهي مؤشر للإصابة احمرار وتورم حول اللدغة تغيير اللون بثرة ونزف ألم شديد في موقع اللدغة استفراغ وغثيان التنفس في الحالات القصوى قد يتوقف تماماً التنفس ونبض سريع اضطراب الرؤية والدوخة أو الإغماء والتشنج زيارة اللعاب والتعرق وزيارة العطش خدر أو وخز حول وجهك أو الأطراف مع ضعف وفقدان السيطرة تتم الإسعافات الأولية فوراً أو بعد وقت مرور قصير من اللدغة قبل وصول المريض إلى المستوصف أو المستشفى يمكن أن ينفذها ضحية اللدغة بنفسه أو من قبل أي شخص آخر حاضر وقادر الإسعافات الأولية الموصى بها الحفاظ على هدوء الضحية وطمئنته وتقييد حركته والحفاظ على المنطقة المصابة أدنى مستوى القلب للحد من تدفق السم يغسل بالماء والصابون إذا كان متوفراً ويغطى مع ملابس جافة ونظيفة تجنب أي تدخل مع جرح اللدغة شقوق، فرك، تنظيف قوي والتدليك أو وضع الأعشاب أو المواد الكيميائية لأن هذا قد يعرض إلى زيارة امتصاص السم وزيارة النزيف الداخلي إزالة أي خواتم أو مواد مقيدة لأن ذلك قد يضخم المنطقة المصابة تثبيت جبيرة واسعة للمساعدة في تقييد حركة المنطقة شل حركة الجسم كله ووضعه في وضع مريح وآمن وخاصة شل حركة الطرف المصاب بتثبيت جبيرة أو حبال يجب أن يكون هذا الضماد أوسع ومن مادة لينة والتي يمكن أن تكون منديلاً أو ملابس ممزقة أو غيرها الضمادة يجب أن تكون محكمة مثل الضمادة التي تضعها الممرضة عند إجراء اختبار الدم الإجراءات الواجب تجنبها لا تجرح اللدغة لأن ذلك قد يزيد من انتشار السم في الجسم لا تضع الضمادة بشكل محكم لأن إجراء كهذا من شأنها أن يؤدي إلى فقدان الطرف لا تحاول امتصاص السم عن طريق الفم لا تستخدم كمادات باردة أو الثلج لأن هذا يجعل الإصابة تسوء أكثر الوقاية تجنب الأماكن التي قد تعيش فيها الأفاعي وتتضمن هذه الأماكن مواضع الحشائش الطويلة أو الأغصان والمناطق الصخرية وجذوع الأشجار المتساقطة والوديان والمستنقعات والأهوار والحفر العميقة في الأرض عند التنقل بين الحشائش الطويلة أو الأعشاب أنقر الأرض أمامك بعصا طويلة لتخويف الأفاعي لاحظ خطواتك ومكان جلوسك عندما تكون في الخارج ارتدي بنطلوناً طويلاً مع جصمة جلدية أو من المطاط أضع المصباح اليدوي في سيرك خارجاً في الليل لا تمسك الأفعى حتى لو اعتقدت أنها ميتة لأن الأفعى الميتة حديثاً قد تستطيع اللدغ بشكل غير إرادي أنشر هذه الرسالة للآخرين وخاصة الأطفال فقد تتمكن من إنقاذ حياتهم